يقول ما ينزل من المرأة من إفرازات، هل يلزمها الوضوء أم أنها لا تتوضأ؟ إذا كان ذلك بصفة مستمرة فتوضأت، فإنها تبقى على طهارتها حتى تحدث بحدث آخر. فمثلا إذا تطهرت هذه المرأة التي يخرج منها هذا السائل دائما، إذا تطهرت لصلاة الظهر ولم تحدث ببول ولا غائط ولا ريح حتى دخل وقت العصر، فإنها تصلي العصر بالطهارة الأولى، لأن طهارتها لم تنتقض، فالحدث الدائم لا ينقض الوضوء على القول الراجح، وإنما ينتقض بناقض آخر. وكذلك لو توقف هذا السائل المستمر ثم عاد فلا بد أن تتوضأ. نعم.